رابع حاجة أنت تعملها وده شيء مهم جدا جدا، إن كل يوم في الصبح والمساء ممكن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تطلب فيه العافية من كل المشاعر السلبية، الهم والغم والحزن والقلق والكآبة، ندعو الله سبحانه وتعالى. فنقول إيه؟ نقول يا سلام، يا من ربيتني على النعم وبعفوك كسوتني فحفظتني من النقم، أسألك أن تحصن قلبي من فتنة السقوط في أوحال الهم والغم، وأن تجبر خاطري بأن تحميني بلطفك وحنانك، فلا يبقى في جوفي ذرة وجع أو ألم، وأن تغمس فؤادي في شهد الطمأنينة والأنس والقرب الأتم. يا رب العالمين اجعلنا دائما متعافين، واجعلنا دائما في عافيتك. اللهم إن كنا في سلامة فزد علينا التعافي بأن تجعلنا يا ربنا في حصنك، وإن كنا غير ذلك فاعف عنا وعافنا، عافنا وارزقنا سلام العافية يا عفو يا كريم، اجعلنا من أهل العفو يا رب العالمين. يا سادة احكنا تجربتكم في العيش بسلام التعافي، عشان كل واحد فينا يكون كثيرا بإخوانه، وكمان نتعاون على البر والتقوى، والمسلم كثير بإخوانه. يا رب العالمين اجعلنا من أهل التعافي يا رب العالمين.